أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسل دوادة واركة دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنمو سبي أخوض بحساسي أي ناصو صعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي يمحاي تاي سببت عمر فينيش أو حليقاني أصو قطي هوب آدو علوس إيا قاديد كدقال كسلا مركاسينا ورر أيا شيق إيا نحلك لغا قادر هبو سيدا أي حق تكوية شي عالان سيدا ميذ يقود دوميها قبل كبنادر أهنا دوق المقدش عمر محمود محمد عمر فينيش أيا سو إيب سدي لبقاري أنو عدا قالك أهي حق تان هلناي أيا سيدا وكلا شيق إيساين عمر فينيش أو سو إيب سدي هوب علوس أو أبدان بيك إم إيا سبنو لمن أغا سابتا كدن بيسي أهن تاني بلسا وحا مقدش مدوين كاني كجرا هذا الشيق إيسا إن أو سعود قرش حلك اللوغة قادة يقدوميها قبل كبنادر ورركي اقدم بيا يا شيقيا ما داما اولا صفتي فرماجو سيدو كالي ارهن تاني اياكوسو اذي ايادو اي مقالدو مقدشا مال مهاني وجهيسو حيصد سياسة دو ادو علوس او كدالة تكيسكي كران تهليلي خلافك مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجي الروبلي كاسو صووي مسؤولين تدولة دو كالقيب سمي قار لصفتي فرماجي قار لصفتي الروبلي وذا هذا الذي يقدم بيه فرماجي الروبلي أيا قبي أهم ببربوري لما نأوغة تلابة دو قادي دون الرئيس الوزارة محمد حسين الروبلي عسا أهاتي سيفتا يا بنانك وطالة لما نحبناها مامولك قبلك أيا توس اوغو حيرم في الصوماليا وحانا جرى ورر شيقيا إن عمر فينيش او قيبك يهي شخصيات كديدن قو آنا دا او قاتي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ما عدا هدي روبلي او اوود او ليهي إنو حيلكا كقادة عمر فينيش حسي يشي حيلكا قادس او خوري اوغو سمي يي حبنا كد وافرماجو أيا هير قلي سيدة فهد ياسين إيا حسن حندبي او اها وزير كامنقا عمر محمود محمد عمر فينيش أيام مدلة بسنا إيا كنتن عشاهي كومكا عابن مامولكا قوبلكا وحانا لغو إيديي مامول حمو نذافة درو قوبلكا أهي إيا مسوق ماسوق آدو بدن سيكا استباها أهاتي عمر فينيش أياسو إيبسدي لبق قواري أو دقالكا أهي إسلامر كاسين هوب آدو فربدن أيوسو إيبسدي لما أغا وحا أو سمين دونو هدي مر سيفت الروبلي أي كود عدو وحا معقول لهي إنو أسيغان مقالة دو مقدشة هوب كيسا كسو قاتو أو يرادو فرماجا أيا لصفن أيا أما وان دقالما أيا سيكا استباها أهاتي سيدا لبدا أغيا عمر فينيش أو هولي موريان عرس أو أها أيا إمنك آدو وحيران مدح وينها كرسيغ جعلي مدح أدك محمد عبدالله فرماجو fadlan taleefoonka shaashada kaaga muuqdo ku soo dir raayigaaga ku aadan khilaafku dhaxeeyay madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ee madaxa adag iyo raisul wasaare maxamed xuseen roble isla markaasina dawladda federaalka soomaaliya qarka u saarantahay in ay gabi ahaan burburto fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob raayigaaga kadibna waa soo deyn doonaa hadii uu alla idmo waa mahadsantihiin tiim calan sida media fadlan nala joog salaam aleekum calan sida waa idin salaamay الله إذن دافو الله إذن دايو ورياش هالكان جوغو أنو بوه كتا غير سنه الرسول سارها إنو ندقال بلابين إنو ندقال بلابين وو كتا غير سنه أياكا كسو لعد حقو ده أياكا نكو جبي دونا أياكا كو جبي دونا إن شاء الله وإذن سلام السرطة ميديا نين كانوا بيحي مايو المحمد صوبح المحمد صوبح ku soo bixmaayo ninka marka ninkaana wuxuu rabaa 40 xun oo ka keensada gado ama meeshaas u taagan ku faana iyo dhuni qaate herer gidir oo qorqor u horeeyo cali jeeb ku jiro ku xigo cunuga xun ka hadroogista hawleeyahay oo ku xigo muxuu ahaayay taleeyahay cunugan xun ka hawleeyahay magaciisa muxuu ahaayay qaroole leeyahay qaroole qaroole cunugii koolada ku dhuuqi jiray muxuu ahaay kasoo dukaankiisi dukaanki kasoo ku dhuuqi jiray gabadha dhashana waa aqaanaa hadiyad qawnaa la yiraahdaa hadiyad qawnaa hooyadiis la yiraahdaa waa naag saacadaha dhashay adoogiisna waa oda saleebaana marka waxaa weeye sharaftiba ilaahay ka qaaday inuu nacayileen waa aragteen بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان مرعي هو عبد عيسى اشكر وحكون على وطن سويدن اي وهر هلكان مكر وغا مهد علينا هيا دادهياشا على سيده ميديا اديق اي اديق هيا امده الصوماليين وحال لنا هي ميل في عم بعد كودان هلكاس كودا امده الصوماليين براروجينتا يو حقها كقرصونو سو غارسينيسان هذه آد بعد الحكومة هتعلينا هيا أن حدي رأيي كدي بتقلاف كأول هيا أن مدحوينيه خري محمد عبد الله فرماتشو أو سي عن شرع هاي
حد مدحوينك وشاكته إيوه رئيس الوزراء حيل جارسين محمد حسين روبلي أنا وحار وارك رأيي هان إنه مدحوينه وصن شرعي أهين وح أولا وصن الحين وح أضل كان حد ما تقوي هاي وعن إنه مقع صوما إنه صوماري هاي نفسي سن أي سنشيرين أما أو مدحوينه صوم مري لكن وفق كلية ومن رئيس الوزراء هو وح كلية هايسته إن مدى الصوماليات شرع كهيسته إنه ضلك أش غيّر أي تهي دور الشرع يأمن جوجارسيو دور الشرع يأمن جوجارسيو مرك وحوي شرع ما هن إن رئيس بينك ليا مدحوينه وح إن شرع جاء هو حلقة ويدينا هي وضن ك وحوي برام نستر كوي إن مدحوينه وقيام هي شرع دره كسعة ماشي وسكتش وقول ربع dalka inuu xuquuq saga haysto rabaa sharci ahayn marka waxaan leenahay umada Soomaaliyeed oo dhan oo dimuqraadiyadda iyo cadaaladda iyo horumarka iyo dawladnimada rabta waa inay garab istaagtaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble aan dadkuna sidoo ay kala wadanka ayagu in mudda ah sharci la yahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo celiyay in sharcigu shaqeeyo cadaaladdu shaqeyso gabadhii sida sharci darada loo dilay in maxkamad لجيو كيس كذا لفرو كمد عن ودن كان سنظر تراب بضن بركة واحد رمنا وعوشنا ماشي وناق يدول النمذ وشرته واحد رمنا عن هالكات لآدو آد بعد أمها سنتين على سيدة ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وين السلامي بحضا على سيدة ميديا آد ياد بان لي سلامي أتما سنتي نوسو قدسان أما إيوك أن قدهان عالم كبا magacay waa Fuad Sheekh Ahmed oo jooga Itoobiya gaar ahaan dawladda deegaanka Soomaalida caasimadiisa Jigjiga aniga raayahan day waxaan dhihi lahaa labada mas'uul isku tanaasulaal oo dalka ha u turaan oo dadka ha u turaan anada dad iyo mad qana dal ma ahay anaga wax aan gorgortan laga galo hadda waxa weeyaan haday xaaladda sidan ku sii socoto dadka iyo dadkiiba khalkhal galaya marka la isu tanaasulo oo talka loo tiro dadka loo tiro ayaa khibla aleeg waxaan yacnii khilaafka dhexda waa dad Soomaaliyeed waa dhul Soomaaliyeed ni waan ognahay dhibaatooyinka yacnii aan kasoo khilaafiyo dhibaatooyinka aan kasoo maray waa la iska wada garanaya marka waxaan dhihi lahaa fadlan labada mas'uul isku tanaasulaal baan dhihi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan jeclahay hadii ilaahay ii kasoo inaan maxay ahayto kanaalkan hadii kanaalka Alansida Media inaan codad yar ka dhiibto horta Alansida Media Allah ina qiimeeyo dad aan qiimeeyo oo maxay tahay aad kanaalkooda u raadiyo codadkooda u dhageysta baa tihiin Alansida Media wali na ciyaar ahayn dad ilaahay caymiyay oo aan caadi ahayn baa tihiin yaa haddaan halkaas uga gudbo Alansida Media waxa weeye horta ilaahi weynaayo waaxid ahaa horta in laga qabsadaa fiican kanaalada maxay ahayd barbarka farmaajo ka soo horjeeda oo dhan dad ilaahay ku dhow oo bisinka wax ku bilaaba oo maxay ahayd saliga nabi wax ku bilaaba oo maasha Allah waa waxa qaaqlayaasha oo xaaraan ku shaqaysiyada oo dhinacaas farmaajo ka soo jeedana wax inkaari ku dhacday oo ayadu ka soo horeyso oon bisinka qabsan oo cowd bilaysan weeye waa wax aanoo lagu yaqan bismillaahi raxmaan raxiim waxaan inin leeyahay aad iyo aad baa inay qiimeeyaa waxaan halkan ka soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha ilaahay ummadda ku soo qaatay oo maxay ahay tanoo kacay oo lilaahiga ah oo helwardiga ah oo shiiqa waxaan kula talinayaa dadka sharta wata oo shaydaanka ah dawladda siyaasadda gowraca dawladda la yiraahdo oo noo jirtay 4 sano iyo xoogaaga inay isaga haraan mana dabadaabiyeen karaan waxna kama qaadi karaan qof ilaahay ku xiran oo adkaarihiisa salaadii adkaarihii la safaray la soo toosay iyo nin maxaan gowraca iyo maxaan sira iyo maxaan dila la soo toosaya horta isku meel ma galayaan allah baa mid la jira midna ka jira
مفهنتين مركز شيقة سياهري شريني مدي شايبا ما يقرور هيا شيقة سياهران ديه لها وقالوا دي فهدي فرماتشي شايدا ما دي سياسة دي قورع ورسياسة دي قورع وروحة قورع كدين قورع دي روحة ديل كدين ديشي ورصابة صاش صوبسة وريري سو ديشي ورچنر القلال ديشي ورقاتيرتي لما يسي ورقرحيا دي مقدشة كدعي او دان انا ادين كليهين عدين بالله هيا مفهنتين هذا ماشي واحد سادن كدين سادت واحد طبعا كدين الطبعة تاني ترتيب ما اسك تكتينون دقايستو اوغو هدادا حلقة خيبك النقون واحد خيبك تهي دباتة دلك